المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتجول، ما كان عنده مكان. طبعا حياة متعبة، واحد ما عنده بيت يعني يعيش في تعب، واحد ما عنده زوجة يعني يعيش في تعب. وين يعيش؟ الظهر وين يروح؟ بالليل وين ينام؟ حياة جدا متعبة. كان يتجول. في يوم من الأيام السماء أخذت تمطر. السماء عندما تمطر كل واحد يروح إلى بيته، هذا شيء واضح. عيسى صلوات الله عليه أخذ ينظر من هنا إلى هنالك، ما إلى مأوى، ما إلى بيت، ففكر في أن يذهب إلى مغارة في جبل. رأى من بعيد جبل وفيه مغارة صغيرة، فاتجه نحو تلك المغارة. إجا إلى تلك المغارة وأراد أن يدخل، وإذا به يرى وحشا من الوحوش، أسد أو نمر أو أي شيء من هذا القبيل في تلك المغارة، وقد أخذ المغارة بكلها. تأثر عيسى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا الله، جعلت لكل شيء مأوى. كل شيء عنده مأوى، الناس عندهم مأوى، الناس عندهم بيوت، عندهم زوجة، وحتى جعلت للوحوش مأوى. هذا الوحش دخل في هذه المغارة، ولم تجعل لابن مريم مأوى. ما عندي مأوى. الله سبحانه وتعالى أوحى له: يا عيسى، مأواك في كنفي في يوم القيامة. هذا هو مأواك، وأنعم به من مأوى يوم لا ظل إلا ظله. في هذه الدنيا ما كانت لك زوجة، وإني مزوجك في الجنة زواجا يحضره جميع الخلائق من الأولين والآخرين، وتستمر الحفلات 4000 عام. هذا هو مأواك عيسى صلوات الله عليه. هذا كان وضعه، هذه كانت حياته، إلى أن توفاه الله، يعني رفعه الله. في يوم من الأيام صاحب البحار رحمة الله عليه ينقل هذه القضية، يقول: في يوم من الأيام كان يمشي مع حواريه في الصحراء، فوصلوا قرب مدينة. الحواريين شافوا هنالك كنز خارج المدينة، فقالوا لعيسى: احنا ناخذ هذا الكنز. قال لهم: خذوا هذا الكنز، ولكن انا اذهب الى داخل المدينة، كنزي في داخل المدينة، انا هناك اكو كنز اخر، اذهب واتي بذلك الكنز. ذهب، وصل الى خربة، دخل في الخربة، رأى فيها عجوز وابنها، الأب ميت والابن والأم باقية. إجا قعد مع الابن، فرأى أن الابن يحمل في داخله هماً دفينا. أكو بعض الأفراد واحد يقعد وياهم يشوف ما عندهم انطلاق، مثل واحد متألم من شيء، واحد عنده حزن، حركاته سكناته تكشف عن ذلك الحزن. طبعا هذا منهي عنه من الناحية الشرعية. المؤمن دائما يجب أن يكون متبسما، حتى إذا هموم الجبال على قلبك، ولكن عندما تدخل في بيتك أدخل بوجه ضاحك. لا تحمل أهلك وعائلتك همومك، خليهم بملأ عن همومك. لا تحمل أصدقائك همومك، إذا عندك هم أدفنه في قلبك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، هذه طبيعة المؤمن. المؤمن حزين دائما، خائف دائما. إنا كنا في أهلنا مشفقين، ولكن دائما مستبشر.
هذا الشاب إلى حزن ظاهر، قال له شنو عندك أنت؟ قال في الواقع أنا أذهب إلى الصحراء وأجيب شوك، أبيع هذا الشوك وأتعيش أنا وأمي. في يوم من الأيام مررت على قصر الملك فرأيت بنت الملك، وهذه القضية تؤرقني، أريد الزواج ببنت الملك ولكن ماكو طريق، هذا الهم ما إلى علاج إلا الموت. عيسى صلوات الله عليه قال أنا أدبر لك القضية، أنت بكرة روح إلى الملك واخطب بنته وقل له ما هو المهر، أنا آتي لك بالمهر. راح بكرة إلى الملك، دخل على الملك، خطب بنته. الملك كان مؤدب، قال له ما يخالف ولكن بشرط أن تأتينا بالجواهر بهذه الكمية، كذا من الجواهر اللي لا يوجد. جاء إلى عيسى، عيسى حول له الحجارة إلى جوهر. هذا مو بعيد، لأن الله تعالى من اللي خلق هاي الجواهر؟ الله. ما المانع أن الله تعالى يعطي القدرة لأحد أوليائه؟ ما يحتاج أن يكون نبي حتى ولي من الأولياء. حولها، ذهب بها إلى الملك، الملك طلب المزيد، جاء وأعطاه المزيد. الملك اختلى بالشاب، قال له شنو قضيتك؟ هذه المجوهرات من أين جئت بها؟ فشرح له الموضوع أنه جاي رجل تبدو عليه سيماء الصالحين وهو الذي توسط لي في هذا الموضوع. قال له جيب ذلك الرجل. جاء بذلك الرجل، رآه عيسى صلوات الله عليه، قال ما عندي مانع. زوج في تلك الليلة بنته لمن؟ لهذا الرجل الحطاب. بكرة قعد ويا الشاب صهرة، حكى وياه، شاف له رجل عاقل فاهم، فجعله وليا لعهده. في الليلة الثانية مات الملك، من صار الملك؟ ذلك الحطاب. زوج بنت الملك تحول إلى ملك. في اليوم الثالث جاء عيسى لكي يودع الحطاب الملك. قال له الحطاب أنت هواي لك فضل علي، ولكن البارحة خطر في بالي شيء، هذا دا يأرقني، أنت اللي عندك هذه القدرة الكونية، ليش أنت لا تكون الملك؟ ليش تعيش هذه الحياة، حياة التشريد وحياة الحرمان؟ قال له في الواقع إن العارف بالله وبالدار الآخرة والعارف بهذه الدنيا لا ينظر إلى هذه الدنيا. إحنا اللي نهتم بهذه الدنيا، في الأحاديث إن الله منذ أن خلق الدنيا لم ينظر إليها طرفة عين. مثل فتشي ما يعجبك ما تباوع، الله لم ينظر إلى الدنيا من ابتداء خلقها إلى انتهائها، لأن لا تسوى عند الله مقدار جناح بعوضة. اللي يعرف الله ويعرف تلك الدار ويعرف هذه الدار لا يهتم بهذه الدار. وإن لنا، عيسى يقول، في الأنس بالله والقرب إلى الله وما أعده الله لنا في تلك الدار غنى عن هذه الدار. قال الشاب الملك إذا القضية هالشكل فأنا معك أيضا. في منتصف الليل ترك كل شيء. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي، لأن الإنسان يخسر كل شيء ولا يحصل على أي شيء. هذه هي الدنيا. ترك وجاء مع عيسى، عيسى وصل إلى أصحابه وقال هذا هو الكنز
الذي وعدتكم به، هذا هو الكنز. الحقيقة الإنسان يجب أن يعلم، يجب أن ينتبه قبل أن يفتح عينه حيث لا ينفع الندم. كل هذه الأشياء لن تنفعنا بمقدار بعوضة عندما نغمض عيوننا. أقرب المقربين إلينا لن ينفعنا أي شيء. إذا ما يتحول إلى عدو لنا، لأن الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. الإنسان ما دام في هذه الحياة يجب أن ينتبه ويستكثر من تلك الكمالات التي هي الواجدية الحقيقية. الجد رحمة الله تعالى عليه عندما كان في أيام شباب طالب، الأصدقاء كانوا أيام الجمعة يذهبون إلى خارج المدينة للترفيه، كانوا يضغطون علي أنه تعالوا يعني ما كان يقبل، كان يقول لا أنا عندي شغل وما أجي. ابن عمه يشك أنه شنو عنده هذا السيد مهدي، شنو عنده، ليش ما يجي؟ لابد أنه أكو شيء وراء الستار. في يوم من الأيام يتعقبه، يوم الجمعة ما يطلع، يتعقبه يشوف أنه السيد مهدي لبس عباءته على رأسه حتى واحد لا يعرفه. كان المقدسين في النجف وكربلاء يعملون هذا العمل، العباءة يضعونها على عمامتهم حتى واحد لا يعرفهم، ويسير في طرق ملتوية فيزداد شكه أنه وين دا يروح هذا. يشوف يأتي إلى المقابر وينام بين القبور ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هذا كلامنا كلنا إحنا عندما نموت نقول رب ارجعوني، ويبكي ثم يقول قد أرجعناك فقم واستأنف العمل. بس إحنا الآن ما دمنا في هذه النشأة يجب أن نغتنم الفرصة قبل أن نقول رب ارجعوني فيقول كلا إنها كلمة هو قائلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين.